يا مساء الفل والورد، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل اكله بقى ايه جامده جدا. نعمل مكرونه البشاميل، بس هنعملها كلها كده في حله واحده من غير مواعين، وكمان مش هنسلق المكرونه. طريقه ان شاء الله لو جربتوها هتعتمدوها ومش هتعملوها غير بالطريقه دي. اول حاجه جبت كده نص كيلو من اللحمه المفرومه، واديتها صدمه في معلقه زيت. اول ما لونها بس يتغير معايا كده وتفرفر كده من قلب بعضها، كنت فرمت في الكبة بصلاية كبيرة مع قرن فلفل أخضر، فرمتهم كده يعني ايه مع بعض، وهنزلهم كده على اللحمة المفروم. أنا بحب العصاك بالطريقة دي قوي، عن ما أحط البصل الأول أدبله وبعدين أحط اللحم. الطريقة دي أحلى بكتير، بتبقى مسكرة كده وجميلة. تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو مشتركتوش، وفعلوا الجرس على الكل عشان لما أنزل أي فيديو جديد تتفرجوا عليه. هقلبهم مع بعض، وبعدين هبهرها بقى، احط لها ملح وفلفل اسود، واحط لها سنه صغيره كده من الجنزبيل. الجنزبيل البودر ده بيشيل اي ريحه كده مش عاجباكي في اللحمه المفروم. واحط لها كده ربع معلقه صغيره من الكبابه الصيني، ومعلقه حلوه كده صغيره من بهارات اللحمه، اي نوع بهارات بقى حابين تحطوه حطوه. وزودت كمان معلقه صغيره كده من البابريك. هقلبهم بقى مع بعض، وهحط عليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم عشان لونها يبقى احمر كده وحلو. وبعدين ضربت 3 طماطمات كبار كده في الكبة، هنزلهم عليها برضو بالشكل ده. هقلبهم بقى مع بعض. انا عايزة صوص احمر كده، اقول لكم ليه دلوقتي. هقلبهم كده واسيبهم يغلوا غلوة، بس هحط معاهم يعني بما اني بقى يعني حاطه صلصه وطماطم كده، فهحط ايه نص معلقه سكر عشان خاطر الحموضه اللي بتكون في الطماطم. هزود بقى ايه الكلام ده كله كده، كوبايتين كبار مليانين كده من الميه، وهسيبهم بقى لغايه ما يغلوا. اول ما يغلوا بقى هحط عليهم ايه نص كيلو من المكرونه الفرن، اللي هي القلم دي نية كده من الكيس زي ما هي. وعايزة اقول لكم المكرونة دي كمان سايبة، مش اكياس يعني مغلفة، سايبة من عند العطار وطلع جميلة وزي الفل. المهم دلوقتي هقلبها في الصوص ده، لازم يبقى الصوص معايا خفيف كده بالشكل ده عشان يستوي لي المكرونة. هي النار عالية عادي، مش هغطيها ولا حاجة، وهسيبها لغاية ما تتسلق 3/4 سلقة بس، يعني المكرونة تكون نية لسه. تمام. هجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها المكرونه، وهنزل فيها المكرونه باللحمه المفرومه بالصوص بالشكل ده. اسويها بقى في الصينيه كده. عايزه اقول لكم بقى الطريقه دي تحفه تحفه، ولون المكرونه ده مديها طعم كده وميكس جميل قوي مع الصوص بتاع البشاميل اللي هعمله دلوقتي. سويتها بقى، اسيبها جنبي كده واروح احضر الصوص في نفس الحله اللي انا عملت فيها المكرونه، يعني يا دوب بس غسلتها وهحضر فيها صوص البشاميل. حطيت كده يعني حوالي 4 معالق من السمنه، عليهم 4 معالق دقيق، وهقلبهم مع بعض كده شويه لغايه يا دوب ما اشم ريحه الدقيق كده. احط عليهم كيلو من الحليب، انا مش عايزه البشاميل يبقى تقيل قوي، انا عايزاه وسط. وهقلب كده ايه لغايه ما يبتدي يتقل معايا. هحط عليه بقى ايه مكعب ماجي، واحط عليه شويه ملح كده، ورشة كده من الفلفل الاسود. ومكون بقى هقول لكم عليه تحفه يا جماعه، هاتوه من عند العطار، اي عطار في الدنيا عنده اطعمه كده بتتباع، في طعم الكاتشب، في طعم الجبنه، في طعم الكباب. انا بجيب طعم الجبنه ده، عايزه اقول لكم بجيب ب5 جنيه، بيقعد عندي شهور يعني، بينفع معايا قوي. حطيت منه معلقه كده في البشاميل، بيودي البشاميل في حته تانية خالص. اول ما يطلع بابل معايا كده يبقى هو كده غلي وتمام وبقى مظبوط وزي الفل. لو تقيل معاكي قوي هتزوديه شويه حليب وهيبقى معاكي كريمي وجميل كده. هحط منه كبشتين كده على المكرونه، وهقلب المكرونه بقى في البشاميل عشان خاطر المكرونه نفسها تبقى متطعمه كده من البشاميل وتبقى حلوه قوي. تمام. سويتها بقى في الصينيه، وبعدين هجيب بقيه البشاميل اللي في الحله وهحطه على وش المكرونه بالشكل ده، بس مش هحطه كله يعني، انا هحطه هسيب فيه شويه صغيرين كده في الحله. هجيب بقى بيضاية واحط عليها رشه ملح برشه فلفل اسود بسيطه، وربها بالشوكه كده كويس. وبعدين هنزلها بقى على شويه البشاميل الصغيرين اللي انا سبتهم في الحل،
وهقلبهم بقى مع بعض كلهم كده بالمضرب. عايزه اقول لكم الحركه دي تحفه جدا، والبيضه مش هتبان خالص، ولا هتحسي انت حاطه بيض اصلا على المكرونه ولا اي حاجه، غير ما تحطي البيضه نفسها كده رباها كده وحطها على وش المكرونه، لا بتبقى زفره ومش حلوه خالص. حطيت بقى صوص البشاميل اللي انا رباه بالبيضه على الوش وبظهر المعلقه، هسويه ووزعه كده كويس. التسوية بتاعتها بقى انا بشغل الفرن يسخن كده حوالي 10 دقايق، وبعدين انا بحط اي حاجة يعني بعمل فيها في صواني البايركس، بحب احطها قوي في صينية الومنيوم، يعني اشيل الصينية البايركس كده زي ما هي احطها في صينية الومنيوم، دي بتحافظ على تسوية الحاجة من تحت، قعرها كده ما بيتحرقش ولا اي حاجة. وبدخلها على فرن سخن اعلى درجة حرارة عندك، وعلى الرف الوسطاني على الشبكة. اول ما بلاقي الجوانب كده لونها احمر كده وبدأت تاخد اللون الذهبي، هي بتقعد حوالي ربع ساعة، وبعدين بطفي بقى الفرن وبشغل الشواية تاخد لون من فوق وخلاص. بتطلع معاكي بقى بصي قمر كده، واخدة لون جميل وريحتها تحفة، وزي ما شفتوا يعني مكرونة بشاميل عظمة، من غير بقى مواعين ومن غير ما نسلق المكرونة ونصفيها والكلام ده كله، يعني ما خدتش معانا وقت خالص زي ما شفتوا، وطعمة وجميلة وسهلة. هطلع منها قطع بقى وهتطلع معايا ما شاء الله حلوة ومتماسكة، بالرغم ان هي اصلا لسه سخنة، وزي ما انتم شايفين كده البخار طالع منها لسه ما بردتش ولا حاجة، شايفين متماسكة ازاي، والصوص عليها حكاية، جميل وجوسي كده وحلو قوي. والمكرونة شاربة بقى من اللحمة المفرومة والصوص الاحمر اللي فيها، بجد طعمها خيال. جربوها بالطريقة دي، انا متأكدة ان انتم مش هتعملوا مكرونة بشاميل غير بالطريقة دي بعد كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو بأي حاجة بسيطة. لو ما حطيتيش لايك حطي لايك، واشتركي في القناة ولسه ما اشتركتيش، فعلي الجرس على الكل، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة.